أكد مصرف الرافدين المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ أو أقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف. وأشار المكتب الإعلامي للمصرف إلى وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع، وقد أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في العام الماضي، وأن المصرف اتخذ كل الأساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أموال القرض.